واحنا بنتكلم على جلسات الحوار الوطني، في الحقيقه يعني في اهتمام كبير جدا بجلسه التعليم بالحوار الوطني، وده من خلال الاطروحات ومشاريع القوانين اللي بيتم طرحها خلال الجلسه. لان في حياه الامر بس ما فيش بيت في مصر ما فيهوش يعني طالب واحد في اي مرحله من المراحل العمريه او المراحل التعليميه المختلفه، فاذا الكل مهتم، حتى المواطنين بكل فئاتهم وانتماءاتهم مهتمين بهذا المحور تحديدا. انا عايز اقول لك ان كلنا حتى اللي عندنا مثلا قرايبنا في الاعداديه كنا لسه بنتابع الشهادات بتاعتهم، ولسه الثانويه العامه طبعا نتمنى لهم التوفيق. تعالوا نعرف مع بعض اهم مدار في جلسه التعليم وحصاد جلسات المحور المجتمعي على مدار الاسابيع الماضيه، ولقاء مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه الاسبق ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ولقاء عملته زميلتنا جرمين ابراهيم. اتفضل. الحقيقة ده الموقف الثالث خلال يعني فترة لا تزيد عن هذا الشهر، السيد الرئيس فيه بيدي دفعة قوية جدا للحوار الوطني. كانت الأولى في الموافقة السريعة على توصية مجلس الأمناء بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات القادمة بجميع أنواعها. كانت الحاجة الأخرى كانت الكلمة المتميزة جدا والمركزة جدا اللي السيد الرئيس سجلها وأعلنت في بداية جلسة الافتتاحية للحوار الوطني. كانت جلسة موضحة جدا ايه الاهداف الحوار، ايه المطلوب من الحوار، ان السيد الرئيس بنفسه هيتابع فعاليات الحوار وان شاء الله يحضر الجلسات الاخيرة من الحوار الوطني. ثالث حاجة كانت الحقيقة كانت الاسبوع الماضي حينما احال السيد الرئيس مشروع انشاء قانون انشاء المجلس الاعلى الوطني للتعليم والتدريب للحوار الوطني، حينما كانت الحكومة على يعني بصدد أنها ترسله إلى مجلس النواب، فالسيد الرئيس وجه بعرض هذا المشروع على جلسات الحوار الوطني. صدفت أن كان الكلام ده يوم الخميس الماضي وكان عندنا جلسات خاصة بالتعليم، فكل خبراء التعليم كانوا موجودين، فقمنا بتصوير مشروع القانون الوارد من الحكومة وتم توزيعه على السادة الخبراء المتواجدين، وتم الاتفاق على تخصيص جلسة استثنائية خاصة لمناقشة مشروع القانون، والجلسة دي بدأت النهاردة صباحا الساعة 12 بحضور أكثر من 112 خبير من كل التخصصات والجهات الخاصة بالتعليم، وما زالت الجلسات مستمرة والمناقشات مستمرة، وإن شاء الله نطلع بتوصيات جيدة بإذن الله. يعني الهدف الأساسي هو الخروج بتوصيات، يعني أبرز التوصيات التي ستخرج من خلال اجتماع اليوم؟ طبعا لما يكون في 112 متحدث، تحدث منهم حتى الآن حوالي 80 أو 85 بتخصصات مختلفة، يعني إيديولوجيات مختلفة، من أحزاب مختلفة، من نواب، فطبعا كان في بعض يعني المناقشات والحوارات. أول حاجة مثلا في ناس كانت شايفة أن تشكيل المجلس في عدد كبير من التنفيذيين، هم عايزين يقللوا عدد التنفيذيين شوية ويزودوا عدد الخبراء. في ناس كانت بتسأل طيب إيه علاقة هذا المشروع برؤية مصر 2030، رؤية استراتيجية بتاعت مصر 2030، طب إيه فرق هذا المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم عن بعض المجالس الأخرى اللي كانت برضو يعني بتشرف على التعليم؟ هل المجلس ده عليه بس وضع سياسات واستراتيجيات أم أيضا مراقبة التنفيذ وآليات التنفيذ، ويكون في عليه كمان يعني التمويل كمان لهذه السياسات؟ فالحقيقة كان يعني استفسارات كثيرة جدا. طبعا هو المشروع بيقول أن هذا المجلس يتبع مباشرة للسيد رئيس الجمهورية ويرأسه السيد رئيس مجلس الوزراء ويضم مجموعة من الوزراء، وبيجتمع كل فترة يعني لا تزيد عن 3 شهور، ولي أمين عام متفرغ ومجموعة من الخبراء المتفرغين برضو للإدارة. فمعظم المناقشات بتدور حوالين سواء السياسات والاستراتيجيات الموضوع أو آليات التنفيذ بشكل يضمن أنه يبقى فيه توصيات أو فيه فعاليات جيدة. محاور وأهداف هذا مشروع هو توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة مراحل وأشكاله، كيف يمكن أن يضيف هذا ويفيد التعليم في مصر والبحث العلمي، وخاصة أن احنا نتحدث أيضا عن وضع استراتيجية وطنية للتعليم؟ هي الحقيقة يعني اللي سمعته من الخبراء يعني وهم بيتكلموا في هذا الأمر، أن في خبراء يهمها أكتر حاجة هي ربط مثلا التعليم بسوق العمل، وفي بعض الناس تؤكد أن ربط التعليم بسوق العمل هو مهم بس ليس هو الأهم، الأهم هو التعليم والتثقيف وبناء الهوية الوطنية وأن يخرج الشباب والأطفال بالانتماء
ففي ناس شايفة أن التعليم والتعلم يعني موضوع ما هوش تعليم بس، إنما استمرارية التعلم حتى نقضي حتى على محو الأمية اللي قال بعض الخبراء أن احنا عندنا لسه 25% من الشعب أمي، وأنه في حوالي 33% من النساء، دي الأرقام اللي قيلت يعني، وحوالي 19% من الذكور يعني. فالآراء الحقيقة مختلفة، لكن كله يعني مجمع على حاجة واحدة بس، أن التعليم هو أهم الحوار، لأنه من التعليم تقدر تحل معظم المشاكل الأخرى. يعني لو بنتكلم على الثقافة والهوية الوطنية تبدأ من التعليم، لو بنتكلم على الأسرة والتماسك المجتمعي تبدأ من التعليم، لو بنتكلم حتى على قضية الزيادة السكانية لابد كل ده في التعليم أن أهم حاجة لابد أن نناقشها ونضع استراتيجية سريعة ليها، بل بالعكس في ناس بتقول إن ده لابد أن يكون هو المشروع القومي في الجمهورية الجديدة. يعني مر الأسبوع الأول والثاني من الحوار الوطني وتم مناقشة عدد كبير من الملفات والقضايا، كيف رصدت كمقرر للمحور المجتمعي ردود الأفعال والتفاعل من المشاركين، وكيف يعني ثمر الأسبوع الأول والثاني من توصيات تفيد في هذه القضايا؟ الحقيقة طبعا احنا في المحور المجتمعي عملنا اول اسبوع جلستين كانوا بيخصوا الاسرة والتماسك المجتمعي جلسة، وجلسة الثقافة والهوية الوطنية. في الاسبوع الثاني كان في لجنة التعليم ولجنة قضية السكان. الاسبوع القادم ان شاء الله عندنا لجنة الصحة ولجنة الشباب، لكن انا مش بقتصر بس على الحضور ده، انا بحضر كمان في المحور الاقتصادي والمحور السياسي، اسمعي اراء مختلفة جدا وكلها بوضوح شديد، والناس كلها متفاعلة لانه حاسين بان كل واحد بياخد حقه ما يزيدش عنه ويتساوى الجميع فيه يعني. فالحقيقة انا سعيد بهذا الامر وشايف تفاعل كتير جدا، وما كانتش هي دي توقعاتي، كان توقعاتي اقل من كده الحقيقة، لكن فعلا الفعاليات والحوار وان الناس جاية باصرار فعلا تقول رأيها وبصراحة ومذاكرة كويس وبتعد للجنة قبل ما بتيجي، حتى من جميع الأحزاب، في أحزاب مقدمة أوراق، في خبراء جايين بأوراق مكتوبة بيحطوها في أمانة الحوار، أنا شايف إن فيه اهتمام كبير جدا واهتمام إعلامي كمان بالموضوع كبير. يعني الأسبوع القادم هو الأسبوع الثالث ويوم الخميس سيكون مخصص كالعادة، ما سيتم مناقشته في الاجتماعات القادمة وفي الأسبوع الثالث؟ نحن نتحدث عن منظومة التأمين الصحي، مزبوط. ماذا أيضا؟ ما الرعاية الصحية، وربما كمان يكون في برضو بعض الكلام على الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية. عندنا كمان في لجنة الشباب هيكون في موضوع ريادة الأعمال سواء للشباب أو لذوي الإعاقة، وربما كمان يتطرق الأمر لبعض الأمور الأخرى يعني حسب الوقت، لأن في قضايا كتير جدا. فاتفقنا أن احنا نبدأ بهذه القضيتين في الشباب وبالقضيتين دول في الصحة، لكن ربما يكون في الجلسة الثانية ربما يكون في إضافة لهذا الأمر يعني لبعض القضايا الأخرى حسب عدد المتحدثين وكده. لكن أنا شايف أن الموضوعين سواء التأمين الصحي والرعاية الصحية ومستشفيات الجمعية ده موضوع مهم جدا في الصحة، وريادة الأعمال والتمكين ذوي الإعاقة أنا أعتقد برضو أنها من الموضوعات المهمة جدا، فأنا شايف أنهما برضو موضوعات قيمة يعني للبدء بها في الصحة والشباب.